المسألة الناقصة في أسوان تعتبر من أهم آثار أسوان، ومكانها موجودة في على الحافة الشمالية لمحجر المسلة اللي بيعتبر من أهم محاجر الجرانيت في أسوان. استخدمت أحجارها أو أحجار المنطقة يعني في بناء المجموعة الهرمية للملك خوفو، الجرانيت اللي فيها وقطع منه أيضا كمان يعني العديد من المسلات. يعني تعتبر المسلة الناقصة أطول مسلة مصرية، لو كانت اكتملت كان هيبقى طولها حوالي 42 متر ووزنها كان هيبقى حوالي 1000 طن، ولكن ما كملش يعني العمل بهذه المسلة نظرا للتصدع والتشققات اللي حصلت فيها. بترجع أهمية المسلة الناقصة لأنها بينت لينا إزاي طريقة صناعة المسلات وقطع الأحجار الضخمة. فمثلا على سبيل المثال لقينا بين الممرات وفي مناطق مختلفة من المحجر كرات من الحجر الديليوريت اللي كان بيستخدم عشان صقل الجرانيت، وبيوصل وزن الكرة الواحدة منها حوالي 6 كيلوغرام. استخدمت كمان قمطارق أحيانا لفصل وقطع جوانب المسلة، وأثرها واضحة على بدن المسلة، والعملية اللي كانت ودي كانت العملية اللي بتسبق يعني عمل خندق حوالين المسلة عشان يقدروا يحرروها بعد كده، يحرروا كتلة المسلة على بعض كلها من الـ الكتل الحجرية أو من الجبل نفسه أو من الـ يعني يحرروا المسلة من الكتلة الضخمة اللي اتخذت منها بشكل تام.